للمزيد من المتابعة تنضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي موفدة إكسترا نيوز الزميلة إنجي طاهر. إنجي، بعد التحية المزيد من التفاصيل معك، تفضلي. أهلا بك سمر. اليوم الأول من هذه القمة يعتبر انتهى من حيث الجلسات، سواء الجلسات المغلقة إن كنا نتحدث عن المحادثات الثنائية بين الزعماء أو حتى الاجتماعات المعلنة. طبعا انتهى اليوم بالإعلان الأخير لزعماء مجموعة العشرين، إعلان نيودلهي الذي تطرق لعدة ملفات كما تابعنا منذ قليل. طبعا تطرق للأزمة الروسية الأوكرانية، وتم التأكيد على جميع الأطراف المعنية الامتناع عن التهديد باستخدام الأسلحة النووية طبعا في المقام الأول، والاستيلاء على الأرض بالقوة بما يتنافى مع وحدة أراضي أو سيادة أو استقلال أي دولة. طبعا النقطة المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية أثارت الجدل كعادتها، ولكن المختلف أن على الأقل هذه المرة تمكن المعنيون في قمة العشرين بالتوصل إلى إعلان لنيودلهي، أو توصلوا إلى اتفاق مبدئي حول عدد من النقاط، لأنه كانت الاجتماعات الأخيرة في إندونيسيا في بالي فشلت، لم تتمكن الأطراف المشاركة في هذه الاجتماعات من التوصل إلى أي شيء، حتى الوزراء لم يتمكنوا من التوصل إلى صياغة لأي إعلان ختامي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والخلافات الدائرة حول هذه النقطة تحديدا. إذن هذا فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. طبعا تم من قبل قادة مجموعة العشرين الإعلان عن متابعة الإصلاحات من أجل بنوك تنمية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، وأعلنوا كذلك أنهم يجددوا التزامهم بضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، وأن مجموعة العشرين تتعهد بتسريع العمل لمكافحة تغير المناخ، وكذلك أن الأزمات المتتالية تهدد النمو العالمي على المدى الطويل. هذه النقاط التي أعلنها المشاركون طبعا تتماشى مع الملف الرئيسي الذي يتم مناقشته في هذين اليومين، وهو التوزيع العادل لفرص النمو بين الدول المتقدمة والدول النامية. يأتي طبعا بالتماشي مع الحديث عن إصلاح شكل التعاون بين مؤسسات التمويل الدولية على سبيل المثال وبين الدول النامية، أو حتى شكل التعاون بين الدول المتقدمة والدول النامية، وهي كانت النقطة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن أثناء قمة البريكس عندما تحدث أنه سيتم التطرق لبعض الإصلاحات في شكل التعاون بين مؤسسات التعاون الدولية، مؤسسات التمويل الدولية وبين الدول النامية. طبعا من قبل قادة مجموعة العشرين كذلك تم إعلان استخدام الأسلحة النووية طبعا، أو التهديد باستخدامها في حرب أوكرانيا غير مقبول مرة أخرى، ثم دعوا روسيا أوكرانيا إلى ضمان النقل الفوري السلس للحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من البلدين، وأكدوا كذلك أنه المجموعة ستعمل على تسهيل التمويل منخفض التكاليف للبلدان النامية لدعم تحولها إلى خفض انبعاثات الكربون. هذا فيما يتعلق بملف مكافحة التغيرات المناخية، وكذلك ملف التنمية بالنسبة للدول النامية. وأكدوا أنهم سيواصلون وسيشجعون جهود رفع إنتاج الطاقة المتجددة إلى 3 أمثاله عالميا عبر الأهداف والسياسات القائمة بما يتفق مع الظروف المحلية بحلول 2030. طبعا كل هذه الملفات التي تم التطرق إليها في إعلان نيودلهي طبعا هي في صلب الملفات التي يتم تناولها من قبل القادة. طبعا كان هناك ملفات عديدة بها أوجه خلاف عديدة بين الزعماء، ولهذا كانت هناك رغبة أو حرص من قبل الجي 20 على جعل هذه المناقشات في أروقة مغلقة لا يتم للصحافة السماح لهم بدخول أو بمتابعة مخرجات هذه الاجتماعات المغلقة. وحتى منذ قليل أكد الوزراء الذين قاموا بهذا الإعلان أن كان هناك خلافات شديدة بين الدول، ولكن هذا استغرق وقتا طويلا حتى ذكروا ذلك بالتعبير. ولكن هذا على الأقل تم بلورته في الأخير. انضمام الاتحاد الأفريقي لعضوية مجموعة العشرين، وكان هناك لقاء جانبيا بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ربما تضعينا في الصورة بشأن هذه النقطة.
صحيح، بالفعل الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بعدد من اللقاءات الثنائية وليس فقط مع شارل ميشيل، ولكن سمر كما ذكرتي هذا اللقاء تحديدا تطرق لعدة ملفات. طبعا شهد تأكيد قوة العلاقات بين مصر وبين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء طبعا، ونتحدث عن روابط عديدة ومتشعبة تربط مصر بدول الاتحاد الأوروبي، وشارل ميشيل يعلم ذلك جيدا ويثمن دور مصر في كل الملفات الإقليمية التي هي أيضا ملفات ذات اهتمام مشترك بين مصر وبين الدول الأوروبية، خاصة مع كل القلاقل الجيوسياسية الحادثة الآن. طبعا تم التطرق إلى أطر التعاون على مختلف الأصعدة، وتم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي المشترك سواء سياسيا أو اقتصاديا أو حتى تنمويا، لا سيما في إطار وثيقة الأولويات الخاصة بالشراكة المصرية الأوروبية للسنوات القادمة، نتحدث حتى عام 2027، وذلك طبعا كان جنبا إلى جنب مع تأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بين الطرفين في ضوء المصالح والتحديات المشتركة. طبعا اللقاء كذلك مع شارل ميشيل سمر تطرق إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية، خاصة مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السياسية والاقتصادية طبعا، بما فيه طبعا ملف الحبوب الذي تم التطرق إليه في إعلان نيو دلهي، وذلك طبعا بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في أفريقيا. وثمن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل جهود مصر في العمل على تسوية الأزمات القائمة بالمنطقة واستضافتها لأعداد كبيرة من اللاجئين، وكذلك طبعا دورها المحوري في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، وهو الملف الذي تعنى به أوروبا في هذه المرحلة ربما أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد كل التقلبات السياسية التي تحدث في أفريقيا بشكل مفاجئ وبشكل متتالي. في الحقيقة نحن نتحدث عن دومينو إفكت كأنه يحدث في القارة الأفريقية، وبالطبع الدول الأوروبية تهتم بهذا الملف بشكل خاص في هذه المرحلة، وتثمن دور مصر في يعني في الحفاظ على استقرار أفريقيا قدر المستطاع. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا. من العاصمة الهندية نيودلهي مفادة إكسترا نيوز الزميلة إنجي طاهر، شكرا جزيلا لك إنجي.